تقول عندها مشكلة في الدورة أنها تأتيها 4 أيام ثم تنقطع يوم أو يومين، قد يأتيها صفرة وكدرة خلالها ثم تعود إليها مرة أخرى على نعم. مسافة أو على تقريبا زمن 9 أيام إلى 8 أيام. الأصل في الدماء الطبيعية التي تخرج من النساء أنها حيض، سواء استمرت 3 أيام أو 5 أو 7 أو 10 أو 15 يوما أو 20 يوما، الأصل أنها حيض، جميل. إلا إذا استمرت كل الشهر أو أكثره، فهنا نحكم بأنها استحاضة، دم عرق، دم عرق. فتجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها هذا البلاء، وبعد ذلك إذا انتهت المدة، يعني افرض أنها 5 أيام أو 7 أيام أو أكثر أو أقل، ثم تغتسل وتصلي، وإن كان دم الاستحاضة لا يزال معها فهو لا يمنع من الغسل ومن الصلاة. جميل. إن كان يعني سبحان الله جاءها الدم منذ بلغت من البداية وليس لها عادة ترجع إليها، فالذي دلت عليه السنة أنها تأخذ بعادة نسائها، عماتها وأمها ونحوهم، جميل. فتنظر الغالب على أهل بيتها من جهة عصبتها، جميل. ويعني قد يكون الغالب عليهم أن الدورة الشهرية تأتيه مثلا 5 أيام أو 7 أيام في أول الشهر مثلا، فتجلس عادتهم المعروفة والغالب عليهم. هذا إذا لم يكن لها عادة ترجع إليها، أو كان لها عادة ونسيتها، أو كان لها عادة ونسيتها. هذا إذا استمر الدم كل الشهر أو أكثره، ربما لا ينقطع عنها إلا يوما أو يومين ثم يعود. أما إذا كان الدم ينقطع عنها، يأتيها مثلا أسبوعا، 10 أيام، يأتيها 12 يوم، 15 17 يوما، فهذا دم حيض. هذا الأصل في الدماء الطبيعية مع النساء أنها حيض ولو طالت مدتها، إلا إذا استمرت كل الشهر كما ذكرته وأكثره. أحيانا بعض النساء ربما تحيض في الشهر مرتين، سبحان الله. نعم، أو ربما 3 مرات، وهذا ذكره الفقهاء، وإن كان هذا قليلا لكن قد يحصل لبعض النساء في الشهر الواحد تحيض أكثر من مرة، فأيضا هذا يعتبر حيض، ويترتب على إحكام الحيض من يعني عدم صحة الصلاة وسقوطها عنها، ومن عدم صحة الصوم يعني في رمضان أو غيره، وكذلك حرمة يعني جماع الرجل لها وقت حيضها، فهي حائض، تأخذ أحكام المرأة الحائض ولو تكرر معها مرتين أو 3 مرات في الشهر. السؤال الذي سألته الأخت وفقها الله، أنا أخشى أنها موسوسة ولذلك تستعجل في الاغتسال قبل الطهر، ويظهر لي هذا هو حالها، ولذلك يعني ما أن ينقطع الدم وتبدأ الصفرة والكدرة معها تذهب وتغتسل، هذا خطأ. الصفرة والكدرة التي تأتي بعد الحيض تابعة للحيض، هي جزء من الحيض، جزء من الحيض على الصحيح من قولي العلماء. ثم يؤكد ذلك أنها تقول ربما بعد هذه الكدرة والصفرة يأتي دم، معناها أنها لم تطهر بعده، صحيح، لم تطهر بعد، ربما عادتها 8 أيام أو 9 أيام أو 10، فلا تعجلي يا أختي، لا تعجلي حتى ينقطع الدم تماما مع الكدرة والصفرة التابعة له. جميل. هذا هو الواجب عليها. إذا كانت رأت الطهر، رأت القصة البيضاء، وهذا أكثر النساء يرينه، رأت القصة البيضاء، فما يأتي بعدها من كدرة أو صفرة لا يعد شيئا. جميل. وليس من الحيض، تعتبر طاهرة، لقول أم عطية رضي الله عنها، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد جميل. الطهر وليس بعد الحيض، بعد رؤية الطهر. أما إذا كانت الصفرة والكدرة تابعة للحيض فالراجح أنها تعتبر حيضا، جميل. بخلاف الصفرة والكدرة التي تأتي قبل الحيض فهذه لا تعد من الحيض، حتى مع الآلام يا شيخ، حتى مع الآلام. جميل. على الراجح، نعم. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل أنها طاهرة لم تحض بعده، جميل. فلا نحكم بحيضها إلا بيقين وهو نزول الدم ولو قطر الدم، هنا ممتاز. نحكم بأنها حائض. وأما الكدرة والصفرة تأتي بعد الحيض فالأصل أنها إيش؟ تابعة لها، الأصل أنها حائض، صحيح. فنستصحب هذا الأصل حتى نتيقن الطهر، إما بالجفاف التام ينقطع الدم وتنقطع الصفرة والكدرة، أو بالقصة البيضاء. الحمد لله. نعم. الأحكام صارت الحمد لله واضحة بالنسبة في مسألة الدماء عند النساء، إن شاء الله، أرجو إن شاء الله عز وجل. لكن فيه زي ما قلت طبعا الدماء الآن الإشكالية خلوفة، أنه التدخل الآن عبر الحبوب التي تؤخذ والعلاجات لأجل تأخير الدورة أو تكثيفها أو تقليلها، عملت اضطراب، عملت اضطرابا يعني عند كثير من النساء، وهذا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس، حتى أحيانا في بعض العبادات
أنا أقول يا أختي يعني حتى لو أردت العمرة أو أردت الصيام. الصيام لا تتلاعبي بالدماء الطبيعية، صح دعيها كما خلقها الله وكلها لها حلول الحمد لله. صحيح صح يعني بإمكاني أن تشترط، فإن لم تطهر قبل رجوع أهلها الحمد لله تنوي فسخ نوصل. الإحرام وترجع. الحمد لله الحمد نعم. لله.